بس المطروح على الخريطة الاستثمارية الخاصة كويس يعني وضعها ايه في السياحيه خريطه السياحيه يعني تخيلي انت عندك ديزني في مطروح دي انا وقفت عندها قوي يعني قلت فعلا ديزني في مطروح يعني ديزني في مطروح احنا مش في ناس بتنفق اموال رهيبه عشان تروح فرنسا ولا تروح امريكا لا ده انت الموقع رهيب جدا والناس دي مش بتهرج والناس ذكيه جدا وكان في مفاجاه مش هقدر اعلنها دلوقتي لان سياده الرئيس عمل تعديل شويه فاحنا مشروع طبعا قائم باذن الله ولكن في تعديل سياده الرئيس امر بيه فمشروع هايل طبعا بتكلفه استثماريه 3.3 مليار دولار وده اكبر كم استثماري اجنبي امريكي يخش مصر في هذا التوقيت بهذا الحجم وبهذا البلك ما شاء الله والنجاح بيجيب نجاح يا فندم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ومشروع طبعا هايل جدا عباره عن حديقه حيوان مفتوحه ثم تكلف 5000 تنميم فدان مشروع عملاق لا اكتب حضرتك ممكن تقول لنا ايه مكوناته يعني حضرتك مكونات طبعا المدينه الترفيهيه ثم حديقه حيوان مفتوحه ثم اكوا بارك يعني تخش فيه تقعد فيه شهر مثلا قبل ما تطلع منه نعم وفي طبعا ريزيدنس للاقامه طبعا فنادق بتبقى جاي يعني على نظام الباكج جاي اقامه واعاشه وكده وفي مطار مش كده ان شاء الله.